أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بضائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يدمثن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان حكب لابنا يا آية خنتنات وصورة الرحمن كمذا إلهي سبحانه وتعالى وحنا وقصه ورماي عشر كان هذه ودن بيجي ضد كمارة يا متقين تاه وإلهي كبغي الدنيا مرك إجوجان قيام وحي إسكليهين وإلهي وحونا صورناه ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان أي إلهي نصورنا تاسنا وحاوية تفاسي شيدي وانو صامرنا أما بيان كيدي وانو صامرنا مركا هذا إلهي سبحانه وتعالى لبضي جنة أو إلهي أدهي ولمن خاف مقام ربه جنتان أي إلهي سيسي فين يا الله مرك وحوده سبحانه وتعالى فيهما لبداس جنة إحدود وحاء عينان لبا إلود أياء تجريان أو دريراية جنوين كاسوحا كسوغن أو النعماء أياء إلهي سبحانه وتعالى نوصفين يا سيدا هدا وحاوية عقلقين أو سنقود بكارين أياء إلهي نوصفين يا الله مركز عوري سبحانه وتعالى فيهما لبداس جنة إحدود وحاء عينان لبا إلود أياء تجريان أو دريراية لبا إلود أو دريراية أياء هود إلهي ما أزلال أي لا دريراية وها لبا داس إلود مد لغو مقعابا عين تصنيم مد كلان تودنا عين سلسبيل أو قرآن كسو أروري قاروحي إلا ذي مد وحالو من ماء غير آسن مد كلان من خمر لذة للشاربين ويو وحال لغا هدلايو وبياشي جنة كوي لوي فبأي آلاء ربكما ربينا نعم ياشيس مديبا جني إنسيو تكذبان أتكبين نيسان في ما أيود هدنا ألاي مركلان توت لبضى جنة لحوض وحاء من كل فاكهة فاكهة لا أرك كل جيدة وحلو فاكيس الدنيا أتك أرك جرتين أما سوى حوي قفك أو كفاهي كيستو فيه ما وحا قصق نوض إلهي جنة سيدة ذبا نعمة هذا يوحى لغو عنا ينبال لغو عباي كل فاكهة اللي واي وحباه كتا شماهن فيه ما لبضى الجنة لحوة وحاهن إلهي من كل فاكهة فاكهة اللي أركا كل جيدو إلهي زوجاني لبس في أياء هو إلهي أو كبديشو لبنع أو حوي مد أو قيان إيا مد قلران إلهي حول سبحانه وتعالى فيه ما لبضى الجنة لحوة وحاء من كل فاكهة فاكهة لأرك كل جيدة وحكا سو فاكهة أيا مركاسي أيا أهو إلهي سبحانه وتعالى ويا دنيا ذا الوفاكي سجري مركا فاكهة وفاكهة إلهي جنة ذا كدياريي ومدان الدنيا ذا والغمي سألنا إمو ياني مدان الدنيا ذا كلا انتواد ماهن ووح مركاسي وحاوية عقلق مركاسي وكيني كرام ماهن وفاكهة إلهي سبحانه وتعالى جنة ذا كدياري فبأي آلاء ربكما ربكين النعم ياشيس مديبا جني إنسي وتكذبان أتكبه نيسان إلهي هذا إلهي حول الزوجان لبص انفياء لبص انفياء تان هروش يغنو وهو يمد أو قللا يمد قوين وي سيدا مركز وحلو جعلها الدنيا ذا أيا إلهي نوغو ميسان سبحانه وتعالى سيد مركز وحوي جنة ذا الشوق أنو يالنون أوهلون
هذا إلهي وحده سبحانه وتعالى متكئين ذان وهوية ولا حالين يا عاملك أو لقى حالين أنا محذوف وايو وحال سوق الدرية يتنعمون وين نعمة سنة يعني أهل جنوه يتنعمون سوق الدر ووداسك بعد كحالي وين نعمة سنة يعني متكئين حاليين كوا كدن جيجا على فروش فراش يا لود إلهي كركودا فروش تاسو بضائنها بعد كذا هوسو من استبرق حرير تتاذا كان ويهي ظاهر كذا مركز سندس ويهي سيدا مركز صورة حرير تتاذا جلعسن ويهي يتنعمون الإلهي سبحانه وتعالى والنعمة يسانيا نعمة يكون جران ويهي هذا وحا مركز لمير كان لعلنا يا ولمن خاف مقام ربه أو مركز من تيو جمع نغطة ويهي ذاتك خائفين تعيال ولجي ذا إلهي حوري سبحانه وتعالى وإن نعمة سنة يا نور إلهي متكئين حالهم كودن جيغا إلهي على فرش فراش يا لكركو ذا كودن جيغا أو مركز وحاوي كفاكي هي سنة يا متكئين أيود إلهي سبحانه وتعالى حالهم كودن جيغا مضجعين وي أما متربعين توكؤان وحاوي وإضجاع وي أما وتربع عليري سي أفرقيس الله فريسه حديث النبي عليه الصلاة والسلام وراي أما أنا فلا أكل متكئا أنا وأنا جو وحوي دنجيجا وحون مايو وجالس جلوس المتربع وحون مايو يا وحي الله مذا هو هي هذا هو كين يسمر كاسي انتظر إن لبط صدو نبو تاسو وراي عليه الصلاة والسلام الدنيا ذا أي تاسو مذموم كتالير أي كحون تالير لكن آخره وغير مذموم أو آخره وح مركز تكاليف يا من مجر وح تكاليف مجرته سك السئي سك السؤ مركز راحه إلهي سبحانه وتعالى الدو من كيس راحه يا إلهي حقصينا يا الدنيا سو حال ربائن لا توالع يا لوبا هني مركز صور إلهي على فروش فراش يا لكركو ذا كدن جيجو إلهي فروش تاسو بضائنها بعد إن كذا هوسو ما سو حوي مركز هوس حكتوي من السبرق حرير تتاذك كان أيتاي ما غلد من الديباج ليرا حرير توح أذقى ليرا أو خشنكا ماشا مركز جيركو أو قبايو الغفة ليانا حرير تسندسكا يا هو جلاعة أو جيركي كرو وحال سوح الجنايا حرير تجلاعة إذا لسوح الجنايا هوصنا وحاوية تاذا أذك أيضا بحرير مركز مروال بأسكا جلاع سنبا هذا الله وحده سبحانه وتعالى وجن الجنتين لبض الجنة سمارتو دو الإلهي دان وامد دو الإلهي وجن الجنتين دو الإلهي لبض الجنة سمارتو دو الإلهي جنادا متدوي وبمعنى مجناء خبر كي سند دان تاسوي مرك الله وحده سبحانه وتعالى وجن الجنتين لبض الجنة سمارتو دو الإلهي سمارته وحوي وحال اسدي كرا بالمركي الدنيا الله فيشو كيدها سمارته لا غورتو وا دهدهرادان مركاس لا غارا وايا امبا وا لا فولا امبا وخبا لو غارتا امبا وا لو دبتودا تاس ما اهن وجن الجنتين والاله لبد الجنه سمارتود داني وا ميدو قريب وي مركاس يناله القائم والقاعد والمضجع وي قفكه تاغن وا غارنيا كي فديه وا غارنيا كي جي فواقارنا يا واح مركاسي وحاوي لو استاقا يم اهان سيدي قفك او يهي ايو مركاس او عنا يا عبدالله ابن عباس حبر عالم امو حوضه وحالا قوه ده جيد ده ايا سوء ده واهيسة مركي حتى ده يريضي ايا ده ايا سوء ده واهيسة حتى يجنيها ولي الله الهي ولي جيسو انت او كقرانا يو ان شاء قاعدا وان شاء قائما وان شاء مضجعنا هدي او دونا وحاو قرانا يا اساقو اسكفرية هذا دون إسقاط تاجنا وقرنايا، هذا دون إسقاط جيفا وقرنايا. إمام الفخر الرازي وحوله مفسر كويني. جنة آخرة، جنة الدنيا وحيكو خلاف سنتها يسدح وجه أيكو خلاف سنتها. وحيسدح ذا وجه كمذا؟ سمارته الدنيا ذاتن جيدها مضى حاضي كيالين. هذا نوع حوي ضدك إنسان كجانتيسة، إنسان كواك فوقيهين. او متكئ اهو متكئ اسكا دنجيغا
جندنا مركاسي قفك مركاسي وإسكدن جيك سنايا سمارتنا مركاسي وأسود أوانيسة مدلا بعض إنسان كالدنيا مركو جوه سمار مركو صار قرن أيو وحوي عمل أيو سمايا وأصعدا أم بوا أصعدا وهذه وأنا أقول دقائق لكن آخره وحوي سمارت إذا أسود أواني دواهيسة أسرق يكور وريجيسة وأنا أسود دواهيسة بدا سدحاد انسان كالدنيا مركي وحاوي سمارتا جيتك وحاوي مركي سمارو كتالو قايبونا واه ودود هي قايبونا واه كفكته لكن سمارتا جنو لما انت انسان كهل وقتي كليا يا مكان واحده اي سو دوانيا ساسي سو خلافسين هنا ودحاي شيخاس وينو مفسر كاهو تفسير كوينو تفسير الكبير اسكله الله يحول سبحانه وتعالى وجن الجنتين لبدا جنو سمارتودو الهي دانين وا ميد دو وحكاسو او ديب اه ايا لا اسكا الىلينيا فبأي آلاء ربكما ربينا نعما ياشيس ميديبا جني انسيو تكذبان اد كبينيسا فيهن ايود الهي جنوينكا وها دخدودا معناها وها لغا ودا فيه ما لما دين ميشان لبدا جنو يا وخي شمليان اي كولميان لغا ودا او مركاسي قصورتا ايو على ليدا مركاسي جيدها ايو قصورتا سرها كويا لا ايو وحا يحيا لا او نعمة الهية او عقلقين كبحسن الهي حوري سبحانه وتعالى فيهن ايود الهي جنوين كوحا دحضوضا قاصرات الضرف ارى قوضو كوا او حب اسمي كوا سو لم يدمسون او سنبكار جبسنين انسون انسي قبلهم أيها هرتودا ولا جان جننا أو صن بكارة جبسنين هذا إلهي سبحانه وتعالى حق تمتع جنسك أيا إلهي كورهمايا محايا تاس الدنيا ذبا واللوغة مارمي وايي آخرة ذنا مركاسي وحاوي وكسير راحة بضانت وكسير درانت مركا وحاوي حور العين تهالكاس جوكتا أيا إلهي سبحانه وتعالى وتلمامايا فيهن أيود إلهي سبحانه وتعالى جنوين كاسي حوض وحاء قاصرات الضرف أرقوذك وأوحى باسمي وحاوية قاصرات الضرف على أسواجهن المتكئين من الإنس والجن أيا لي وحيك مركاسي إن دهوض أيكو كوبيهن أي ميلك لا أي سنساس لغنين أفيرينين رقوذان أهل الجنة أو متكئين تو الجنة كجرو جن يإنس باله قاصرات الظرف وهي محبوسات وهي على رقود يكو حبيسين محاوية غير كود مدل بايان وبدل كلمة دون ايان وهي سيدا اللوورية وحاوية زوجة حور العين تانين كذا وحي أولادها ربي غيق عزدي سانكو دارتايا ما أرى في الجنة أحسن منك جندك أرك ماي وحكا قروح بدنوكا وناك بدن فالحمد لله الذي جعلك زوجي إلهي يا مهدله إغاية إلي إلهي يا مهدلي زوج كيجي كاية علي إلهي يا مهدلي زوج كيجي كاية علي وجعلني زوجتك أنا جاني زوج ذات إجاية علي ساسة إلى هذا ما المركز هو حوي أي دمون يسو يعتك لو يدون يسو أو رقبة أي كه يسو سيد المركز يكون دون كخلاف سن والله جاي أبقار بدن مركزي إن أي سن مركزي زوج كذا كوك أنا عصنين أو ملك لو أند تاجا إنه شيطان ما أي كجرتو كواسو لم يدمس دين إلهي واسيس فينايا لم يدمسون أو سن بكارة جبسنين إنسون إنسي أو سن بكارة جبسنين قبلهم أيغهر تودا ولا جانون جنين أو سن بكارة جبسنين وحاوية جنية إنسي وح أيغه غهر يمجرتو دمسيغان وحاوية واجماعة أو قارسية إلى خروج دم البكري قوانا بكارة دي قيدو إنو صابح markaas waxaa lagu idlaaqay jimaac dhamaantiisa la isaga idlaaqay macnaha waxa weeye jimaac markaasi oo markaasi aswaajtooda ka hor lagu sameeyay ma jiro weeye oo axad ku sameeyay ma jiro jin iyo insiba askale asaga ayaa markaas ay cusub tahay markaso u tagaayna way cusub tahay marka taas waxaa laga garanaya farqiga u dhaxeeya abkaarta bikaarooyinka gabdhaha iyo markaasi kuwa sayibaadka
إن فرق أدحيه أو كلا قيمة بديهين حيلا حور العينتي أو جنة بإلهي سبحانه وتعالى وحو كتل مامي إنان مركاسي رقاس أو وحاوية رقودا إنان لوغا غهرينين أو وحي الليس غهرياهو إن إيسان مركاسي ددن ساسا إيا فائدة ساسا إيسان بضان إيسان لهين سيدا سا مركاسان خير بضان وعبد النحد دي رسول كان عليه السلام وطوده أصحاب تيسى عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتقوا أرحاما وأرضى باليسير لازموا ده رسولك عليه السلام وكد ذالة ناقها بكار ياشا أيها أيها ريحم كوضو مركاسي أو فراشة بدن يهي أولاد ألي بدن أيها أيها أفمع أو كأفمع كوة كالانتوض سكا صباحا نغطو أما كلامك هن نغطو أما سيدا كالا هن نغطو أيها أيها وحيا كورا اللي أهان شبادن أو نوعك السأهو أما حولها أما جماعة أيها كورا اللي أهان شبادن لكن كوة رقا سوء ممارسي يو ميلو البس سوء مري أو وحا ويا هدبا ميل كهاتك كوة سفا إذا ملها لم يدمي سنة أو سن بكارة جب سنو الإلهي إنسون إنسيو الإلهي قبلهم أيها هرتوذة ولا جانون جننا أو سن بكارة جب سنين فبأي آلاء ربكما فبقينا نعم ياشيس مديبا جني إنسيو تكذبان أتكبين نيسان إلهي سبحانه وتعالى نعم داس أيو مركاسو إلهي هالكاس دقايا كأنهن حال إلتويهن دنا إلهي واسيس فينيا كأنهن حال إلتويهن الياقوت الجوهر إلتويهن waa marka hada su'aalo ay ka timiday haweenkan sidaas oo xura al-inta ma haweenki adduunyada oo saalihaadka ahaaya masa waxa weeye ee maarataya haweenki kalo ilaahi subhanahu wa ta'ala jannada ku abuuraya taas waxa weeye labadaba waa isugu jiraan labadaba waa isugu jiraan oo haweenka markaasi saalihaadka oo adduunyada markaasi waxa weeye haddii sawjkoodi jannada la gala waxay wax badan todobaatan jeer ay kuwa kale ka fadli badan yihiin oo markaas ay ka quruxsan yihiin wax ka sii dheer yihiin inta ba markaas waa isugu jiraan maxay la haweento markii waxa way ay adduunyada markaas sawjkeeda aysan hadda wax ka daba marin waxa ay waxba ka daba marin haddii markaas micigiisa jannada ay noqonaysa haday saalihad ay tahay oo asagana saalih u yahay wixii kale oo markaasi wax loo waayana ilaahay wax kale ayuu guurinaya oo markaasi sawj iyo aan lahaynin meel kale ilaahay u guurinaya sida rasuulkeena kaleysa salaam maryama binti imraan nabiyullaahi ciise hooyadiisa iyo aasiya binti masaahmo imraatu fir'aawna waa ku tagi doona mar dhawe nabigeena xuural ciintiisa uga gamid yihiin marka allah wuxuu dhahay subhaanahu wa ta'aala kaannahunna xaal ay la tooyihiin حقا مارتا دلالك الياقوت جوهر يا والمرجان لول ايا حقا عدانتا وي مركاسيا قروحدا اي لا توي نور الهي سبحانه وتعالى وحا الدنيا ان كو غرانينو ايا نو لو كو سيفينيا اي وح مركاسي لغا هادلي كارو او لا سيفاي كار ماهان تشبيها ياقوت كلو شبايو حقا من حيث الصفاء وي اي حقا مركاسي غدود كا لغا ما ودو حمره ماهان oo la dhihi maayo loonka ama midabka ahlu jannaha waa xumro la dhihi maayo ee waxa la leeyahay bayaal oo lagu dheehay xumro weeye sida markaasi haweenka markaasi midabkooda ugu fiican yahay marka waxa la wariyay nabigeena Cali (saw) inuu dhahay innal mar'ata min nisaa'i ahli jannati naagta oo waxa weeye kamida haweenka ahlu jannaha yura bayaalu saaqiha من وراء سبعين حلة لدن كيدا مركاسي لدن كيدا امارة يا عدان تيسة وحالك اركايا تضبات حلو او اسكجوغة هدي مركاسي لوددو ايال اركايا حتى يرى مخا حديث حيك صورت الى مركاسي روح هذا اللي وجيدو دلالك ايه قروح ذا مركاسي ايه قبتو فبأي آلاء ربكما ربكينا نعم ياشيس مديبا جني إنسيو تكذبان أتكبهين إيسانو الإله هذا عدنا الله وحوري هل جزاء الإحسان هشان النافيوي ما أوكلو ما جزاء الإحسان إحسان جزهيس ماهن داد كان مؤمن انت أو جنة وحاس إلهي أوسينا أدونك إحسانك أيكو سمعين وي
marka hada ihsaan hadii la sameeyo daacada ilaahay la sameeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ihsaan kale ayuu ku jaasinaya marka ilaahay wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala hal jazaa'u ihsaani ma jazaa'u ihsaani ihsaan jasihiisu ma ahan illa ihsaanu ihsaan muye wa hadii daaca qofka uu sameeyo ihsaanka ilaahay u sameeynaayo nicmadaas hadda ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka soo waramay iyo tan oo soo socota ayaa ilaahay siinaya subhanahu wa ta'ala saasa leeyahay markaas هل جزاء الإحسان نور إلهي ما جزاء الإحسان إحسان جزيهيس ماهن إلا الإحسان إحسان مويه وهذا مركز إحسان أيه سميين نوع كسوء هذا إلهي أيهنا وحاوي إحسان وحوه سمينا يا الله إنا أقول نعمايه فبأي آلاء ربكما فبقينا نعمة يا شيسة مديبا جيني إنسيو تكذبان أتكبهين نيسان marka hadda ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu nooga soo waramay waliman khaafa maqama rabbihi jannatani ayaa ilaahi intaas noo soo sifeynayay haddana jannooyinkaas kuwa ka sokeeya ayaa haddana ilaahi sii sifeynaya oo laba kale intood ah labadaas iyo markaasi ahalkooda ayaa waxa weeye ilaahi subhanahu wa ta'ala noo sifeynaya asayeshe waxa weeye waxaanu ku qaadan doonaa casharkeena dambo هذا عشر كين انت سوك اجي هاي والله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.